بسم الله نبدأ، بسم الله نقول، بسم الله وعلى بركة الله ننطلق. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر إذاعة صدى. طبتم وطابت أوقاتكم، مني أجمل تحية، محدثكم محمد عطية. يسعدني ويسرني أن ألتقي معكم مرة أخرى عن طريق إذاعة صدى بتجربة جديدة وتحديا جديد بموسم 2024-2025 والانطلاقة من مباراة اليوم بين الشرطة والجيش لحساب الجولة الأولى من الدوري السوري الممتاز. افتقدتكم كثيرا بعد غياب عن التعليق لموسمين، واليوم ننطلق معا بموسم نتمنى أن يكون مثيرا على عكس العادة. معي في الإخراج نور عاشور، وعلى التصوير فؤاد فاضل. طبعا نبدأ بتشكيلة الفريق الضيف بهذه المباراة بحراسة المرمى بالنسبة لفريق الشرطة. بالطبع شيفان أوسي بخط الدفاع، محمد يوسف وبشار بخشريف وأيهم خريبان ومحمد عجيل. في خط الوسط مصطفى تتان وأحمد اللحام وهادي الملط. أما في المقدمة أحمد محيا ويوسف عرفة ومحمد حاتم نابلسي. أما تشكيلة فريق الجيش بحراسة المرمى، عبد اللطيف نعسان بخط الدفاع، فارس أرناؤوط وأحمد رجب وعلي سعيد وحسن محمود. في الوسط عبد الهادي حنبضلي ومحمد الحسن وعز الدين عوض. وفي المقدمة أيهم كرنبي وشادي الحموي ومحمد الواكد. هذه هي تشكيلة الفريقين. طبعا يقود هذه المباراة الحكم أحمد خليفة، ويساعده عقبة حويج وعمران جباعي ومحمد غزال. طبعا هذه المباراة الثانية في الجولة الأولى، المباراة الأولى التي لعبت أمس في حمص وانتهت بانتصار فرسانها الوثبة على فريق الأهلي بهدف مقابل لا شيء سجله مؤيد الخولي. إذن مؤيد الخولي هو من افتتح هذا الموسم الأهداف، هو من سجل، هو من جلب الثلاث نقاط في الدقيقة تقريبا الدقيقة 90. أما اليوم ثاني المباريات مع تأجيل لأربعة مباريات، تأجيل مباراة الفتوة بحكم مشاركته في بطولة التحدي الآسيوية اليوم مساء في تمام الساعة 7 أمام فريق السيب العماني. وأما المباريات الثلاثة المتبقية تأجلت لأسباب اتحادية، لأسباب ربما تكون مالية. نبقى هنا في مباراة الجيش والشرطة على ملعب الجلاء، مباراة بكل تأكيد مهمة لكلا الطرفين، مهمة للشرطة العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب لموسمين، أيضا بالنسبة لفريق الجيش مع وجود بعض الشكوك حول هذا الفريق من قبل بعض الجماهير، بانتظار صافرة الحكم أحمد خليفة التي سيعلن فيها عن بداية أحداث هذا اللقاء. ديربي عاصمي بين الشرطة والجيش هنا في ملعب الجلاء. إذن بداية أحداث هذه المباراة بأقدام أحمد محيا إلى وسط الملعب، الكرة الطويلة باتجاه الأمام باتجاه حاتم نابلسي، لكن بالرأس مبعدة هذه الكرة، فارس أرناؤوط يبعد هذه الكرة، تخرج إلى رمية جانبية أولى إذن لمصلحة فريق الشرطة. كرة ملعوبة إلى وسط الملعب، من جديد مصطفى تتان يحافظ على كرته لكن يخسر أيهم كرنبي اللاعب الشاب الصاعد حديثا إلى فريق الرجال من اللاعبين المميزين الذين شاركوا في دوري الشباب مع نادي الجيش، نشاهده اليوم أساسيا. ربما فريق الجيش سيعتمد أكثر في هذه الفترة من الموسم هذا أو حتى المواسم التالية بالاعتماد على أبناء ناديه. كرة تخرج إلى ركلة ركنية أولى بهذه اللقاء، يوسف عرفة على ما يبدو هو من سيتكفل بتنفيذ هذه، أو عفوا حاتم نابلسي، نعم حاتم نابلسي اللاعب الشاب لاعب مهاري في خط المقدمة بالنسبة لفريق الشرطة، يعتمد ويعول عليه كثيرا حاتم نابلسي على التنفيذ. التمريرة القصيرة ملعوبة تعود باتجاه حاتم، يوسف عرفة وحاتم حاولوا نقل الكرات، من جديد تعود إلى وسط الملعب أقرب إلى التتان، من جديد تعود في وسط الملعب المحاولات بالنسبة لفريق الشرطة، محاولة تغيير اتجاه اللعب باتجاه حاتم نابلسي، لكن الكرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى إذن عند عبد اللطيف نعسان.
عبد اللطيف نعسان ربما هذا الموسم الثالث أو حتى الرابع على التوالي الذي يلعبه بصفوف نادي الجيش. التمريرة من جديد تعود علي سعيد، محاصر علي سعيد يحاول الخروج بالكرة لكن تخرج إلى ركلة مرمى إذن لمصلحة الجيش. كان حسن محمود محاصر بهذه الكرة، كرة لفارس أرناؤوط العائد إلى فريق الجيش بعد سنوات من التنقلات في الدوريات في الموسم الماضي. عاد من الدوري العراقي إلى صفوف نادي الفتوة لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة كانت أمام الشرطة في الموسم الماضي عندما كان الشرطة في دوري الدرجة الأولى، لكن شاركا هو والفتوة بكأس الجمهورية. انتهت المباراة طبعا بفوز الآزوري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وتأهل وقتها إلى الدور التالي، لكن بهذه المباراة فقط شارك فارس أرناؤوط في الموسم الماضي، كان يعاني من إصابة لكنه بالنهاية حقق الدوري وكذلك حقق الكأس مع الفتوة في الموسم الماضي عندما حقق الثنائية. كرة عند عبد اللطيف نعسان، عبد اللطيف نعسان الكرة الطويلة باتجاه المناطق الأمامية لكن الإبعاد حاضر من يوسف محمد اليوسف. كرة من جديد في وسط الملعب، المحاولة عند أحمد رجب يقطع الكرة، أحمد رجب من جديد باتجاه الكرنبة أيهم والإبعاد حاضر بهذه اللقطة. من أيهم خريبان اللاعب السابق بصفوف نادي الحرية. حسن محمود ملعوبة باتجاه الحنبضي من جديد تعود لمصلحة فريق الشرطة في وسط الملعب. يوسف عرفة التمريرة إلى حاتم نابلسي، حاتم نابلسي تمريرة لكن أقرب إلى علي سعيد، علي سعيد وشادي الحموي بالعودة. من جديد الكرة لمصلحة فريق الشرطة ووجود خطأ لمصلحة فريق الجيش لمحمد الواكد أحد الهدافين التاريخيين للدوري السوري. محمد الواكد يملك من الأهداف 159 هدفا في المركز الثالث، يفصل بينه وبين عارف الأغا فقط ثلاثة أهداف ليصل إلى المركز الثالث. طبعا كرة الآن ملعوبة باتجاه عز الدين عوض، من اللاعبين المميزين عز الدين عوض، سبق وأن خاض عدة تجارب محليا وحتى خارجيا في المواسم الأخيرة، لاعب بصفوف نادي الفتوة وكذلك حطين، أيضا لعب بصفوف نادي البكيرية السعودي الناشط في دوري الدرجة الأولى، واليوم يعود إلى بيته ومع النادي الذي حقق معه الكثير والكثير من الألقاب. كرة إذن شرطاوية في وسط الملعب من جديد، شادي الحموي ومحمد الحسن باتجاه الواكد، مقطوعة الكرة تعود لمصلحة أيهم خريبان، محاولة تغيير اتجاه اللعب باتجاه الملط، المحاولة عند يوسف عرفة وهادي الملط من جديد تعود في وسط الملعب، تناقل للكرات إلى مصطفى تتان، تعود إلى بشار أبخ شريف اللاعب السابق أيضا بصفوف نادي المجد الدمشقي، يلعب اليوم في صفوف نادي الشرطة. الكرة الطويلة بالرأس مبعدة هذه الكرة من حسن محمود، تعود كرة شرطاوية من على مشارف منطقة الجزاء، محاولة إرسال كرة عرضية إلى داخل المنطقة لكن تطول هذه الكرة والإبعاد حاضر والخطأ موجود لمصلحة نادي الجيش. أحمد رجب اليوم يلعب كقلب دفاع، هو أساسا مركزه لاعب ارتكاز منذ سنوات وسنوات، يلعب هذا اللاعب في مركز الارتكاز لكن اليوم يعود إلى قلب الدفاع ربما بسبب إصابة لمصطفى سفراني لاعب المنتخب الأولمبي، كذلك لعب بصفوف نادي النواعير، هو ابن نادي النواعير مصطفى سفراني على ما يبدو تعرض لإصابة، واليوم يعود أحمد رجب
لمركز قلب الدفاع ويجاوره فارس أرناؤوط كما ذكرنا العائد من بعد عدة تنقلات محلية وخارجية. من جديد كرة أقلب لفارس، فارس يشتت هذه الكرة حنبضلي وأيهم، أيهم كرنبة يحاول إرسال الكرة باتجاه الحموي، تعود لأيهم خريبان. من جديد الكرة، المحاولة، الكرة الطويلة على مشارف منطقة الجزاء تصل، محاولة شرطاوية لكن أقرب إلى أحمد حياة، تخرج هذه الكرة إلى رمية جانبية. أيضا أحمد اللحام حاول بهذه الكرة، حامل القميص رقم 8. طبعا امبارح انتهت المباراة طبعا الأولى، المباراة الافتتاحية كما ذكرنا بين الأهلي والوثبة بانتصار فريق الوثبة بهدف مقابل لا شيء، هدف جاء متأخر بعد حالة طرد لزكريا حنان لاعب فريق الأهلي، استغل معا الراشد وكتيبته هذا النقص العددي فاستطاعوا تسجيل عن طريق مؤيد الخولي مدافع فريق الوثبة، أيضا المدافع السابق بصفوف نادي الجيش والوحدة، مدافع أيضا منتخبنا الوطني، سجل أول الأهداف، افتتح هذا الموسم بهدفه. كرة ملعوبة لأحمد اللحام لكن مقطوعة، تعود للواكد، الواكد والمحاولة من جديد، لا تزال شادي الحموي يحافظ على كرته، شادي يخسر هذه الكرة لكن أقرب إلى عز الدين عوض، عز الدين عوض يحاول من على مشارف منطقة الجزاء يبحث عن المساندة ويبحث عن التمرير، تعود كرة عرضية لداخل المنطقة، الواكد المحاولة وشادي الحموي والتسديدة لكن تخرج هذه الكرة، محاولة كانت من لاعبي نادي الجيش، ربما تكون هذه أول المحاولات لكنها ليست بالخطورة الكبيرة على مرمى شيفان أوسي. يعني اليوم حتى فريق الشرطة لديه خيارات، على بصراحة لديه خيارات جيدة على دكة البدلاء، نحن نتحدث اليوم عن معن الحسن من اللاعبين المميزين، أيضا إيفان سليمان من اللاعبين الجيدين، شارك مع في دوري الدرجة الأولى، نتحدث أيضا شارك مع الجزيرة، شارك مع نادي الهلال، أيضا يوجد محمود أقلا، محمد زين خديجة لاعب فريق حطين أيضا لعب في الموسم الماضي في صفوف نادي الشرطة، مصطفى قطرميز، خالد بريجاوي، وسيم نبهان، أحمد المرعي، أيضا أحمد المرعي من اللاعبين الجيدين، يلعب في المركز الظهير الأيمن لكنه هجومي بحت، ظهير هجوم بحت. من جديد تعود لمصلحة فريق الشرطة بالهجمة المرتدة، المحاولة العرفة والتسديدة لكن سهلة، سهلة هذه على عبد اللطيف نعسان من يوسف عرفة، عبد اللطيف نعسان، كرة لفارس أرناؤوط، فارس وأحمد رجب، محاولة بناء هجمة من المواقع الخلفية، محاولة إيجاد ثغرات، عز الدين عوض، أهم لاعبي فريق الجيش بصراحة هو محمد الواكد، يعني نتحدث عن الواكد منذ سنوات وسنوات، هو اللاعب الحاسم، هو اللاعب الذي يعتمد عليه الجيش بشكل كلي، هو أكثر لاعب سجل في موسم واحد في تاريخ الدوري السوري، سجل 29 هدفا، رقم قياسي بالنسبة لمحمد الواكد. كرة لعز الدين باتجاه الواكد بالرأس، محاولة أيهم كرنبة بالرأس محمد اليوسف، أيهم خريبان يحاول الحفاظ على هذه الكرة لكن مبعدة تصل لحسن محمود، يبحث عن المساندة، يبحث عن التمرير، يعود إلى المواقع الخلفية باتجاه عبد اللطيف نعسان، عبد اللطيف نعسان والكرة الطويلة باتجاه شادي الحموي، شادي الحموي الذي لعب بصفوف نادي الساحل في الموسم الماضي، نادي الساحل الذي هبط إلى دوري المظاليم، دوري الدرجة الأولى. كرة من جديد، طبعا هذا الموسم صعد فريق الشرطة إلى دوري الأضواء، هو والشعلة، الشعلة من محافظة درعا، ربما ستلعب المباريات
مباريات نادي الشعلة في محافظة درعا، بالتالي ملعب جديد وأجواء جديدة بكل تأكيد سننقلها من ملعب درعا منذ تقريبا منذ موسم 97 لم يشارك الشعلة في الدوري الممتاز، كان مبتعدا، اليوم يعود ولديه تعاقدات جيدة، لديه مدرب جيد أحمد عزام مع تشكيلة من الأسماء الجيدة كعلي الجفال وأنس البلحوس ويزن عرابي والكثير والكثير من الأسماء التي يعتمد عليها فريق الشعلة. احتجاج من قبل عز الدين عوض على هذه اللقطة، طبعا نتحدث عن بعض الأرقام، تواجه الفريقان في 6 مباريات افتتاحية، انتصر الجيش في 2 والشرطة في 2 والتعادل حصل أيضا في 2. طبعا هذه كرة من على مشارف منطقة الجزاء، يوسف عرفة المحاولة الإبعاد من جديد تعود لمصلحة فريق الشرطة في وسط الملعب، هادي والتمرير باتجاه أيهم خريبان الكرة العرضية، لكن محمد الحسن أقرب من جديد الحنبضلي في وسط الملعب عز الدين عوض، حكم إذن يشير إلى خطأ لمصلحة عز الدين عوض، حكم أحمد الخليفة حكم شاب من الوجوه طبعا الجديدة في المواسم الأخيرة على ساحة التحكيم، طبعا يساعده كما ذكرنا عقبة لحويج وكذلك عمران جباعي ومحمد غزال. كرة لأيهم المحاولة، لكن تخرج هذه الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة، أيهم خريبان، أيهم يبحث باتجاه أحمد محيا، كرة لحاتم نابلسي لكن الإبعاد حاصل من فارس بنور. محمد الواكد في وسط الملعب، وجود خطأ، على ما يبدو انذار شفوي من الحكم احمد خليفه على لاعب فريق الشرطه بسبب تدخل على محمد الواكد، من جديد عند عز الدين عوض، عز الدين وفارس ارناؤوط، فارس والتمريره باتجاه شادي الحموي لكن تطول وتخرج الى ركله مرمى. اليوم فريق الجيش لديه طبعا مدرب له بصمة على الساحة المحلية، ماهر بحري من المدربين الجيدين، ربما فريق الشرطة ليس بالمنافس على بطولة الدوري، ليس المرشح حتى، لكن لديه بعض الأسماء الجيدة، لديه مدرب قادر على إخراج أفضل ما عند اللاعبين. كرة لبشار أبو خشريف يعود باتجاه شيفان أوسي، كما ذكرنا بشار أبو خشريف قلب الدفاع أحد لاعبي فريق المجد السابقين، كرة لأيهم، أيهم والتمريرة لكن مقطوعة من مصطفى تتان، رمية جانبية إذن جيشاوية، حسن محمود، حسن محمود إلى أيهم من جديد، أيهم كرنبة في وسط الملعب، تعود لأحمد رجب، المحاولة مقطوعة من أحمد محيا، يا سلام عليك يا أحمد، بالانطلاقة يحاول لكن أحمد رجب يصلح الخطأ الذي ارتكبه، تخرج الكرة إذن لخطأ، من جديد تعود جيشاوية في وسط الملعب، الحنبضلي والتمرير والتدخل كان من الخلف من هادي الملط على عبد الهادي حنبضلي، اللاعب السابق بصفوف نادي الطليعة، بصفوف نادي تشرين أيضا مع الفتوة في الموسم الماضي، حقق الثنائية، ثنائية الدوري والكأس، من اللاعبين المميزين بصراحة عبد الهادي حنبضلي، يلعب في أكثر من مركز يعني، اليوم نجده في وسط الملعب، هو يلعب في أساسا في مركز الظهير، يشارك أحيانا كقلب دفاع، يشارك أحيانا كجناح هجومي،
جوكر عبد الهادي حمضلي في أي مركز يحتاجه الفريق تشاهد عبد الهادي حمضلي. تعود لعلي سعيد وشادي الحموي على الطرف، تعود من جديد علي سعيد التمريرة في وسط الملعب، محمد الحسن وعز الدين عوض، عز الدين تمريرة من جديد باتجاه شادي الحموي من على مشارف منطقة الجزاء، يحاول البحث عن إرسال عرضية أو حتى تمريرة الكرة العرضية لداخل المنطقة لكن بعيدة عن لاعبي فريق الجيش، تطول وتخرج إلى ركلة مرمى. شيفان أوسي تمريرة في وسط الملعب مصفة الدان باتجاه بشار أبو خشريف، بشار أبو خشريف يحافظ على كرته، ينطلق يمرر كرة في وسط الملعب بالتمرير بشكل خاطئ، محمد الحسن يستغل هذه الكرة إلى عز الدين عوض، عز الدين يراوغ من جديد، عز الدين يبحث عن التسديد باتجاه الواكد لكن مقطوعة من جديد، ووجود راية التسلل حاضرة على محمد الواكد. أيهم خيلان والحكم يأمر بتنفيذ الكرة من مكان وقوع الخطأ. محمد اليوسف من جديد إلى بشار أبو خشريف، الكرة الطويلة لكن بالرأس مقطوعة، هذه الكرة من جديد في وسط الملعب، تناقل الكرات شادي الحموي و بالرأس من جديد كما ذكرنا تصل إلى بشار أبو خشريف ومحمد اليوسف اللاعب السابق بصفوف نادي الحرية. كرة أقرب لشيفان أوسي، بشار أبو خشريف وأحمد اللحام، شيفان أوسي إلى الآن لم نشاهد تهديدات على مرمى شيفان أوسي أو حتى عبد اللطيف نعسان. هذه التمريرة من جديد، المحاولة مقطوعة وخطأ لمصلحة هادي في وسط الملعب لمصلحة فريق الشرطة. على ما يبدو هادي الملط يتعرض لإصابة، نتمنى له السلامة وكذلك نتمنى السلامة لجميع اللاعبين. طبعا هذه من اللاعبين الذين غابوا فترات طويلة بسبب الإصابة مع الفرق التي لعب معها. طبعا كنا نتحدث عن اللقاءات الافتتاحية بين الجيش والشرطة، اللقاء الافتتاحي الأول كان في موسم 95 و96 وخسر الجيش بهدف حاتم الغايب، وهي أول وآخر خسارة للجيش في مباراة افتتاحية. طبعا بعض هذه الأرقام مأخوذة من البرنامج الجديد لإذاعة صدى، برنامج الرقم الصعب الذي يقدمه زميلي أدونيس، أدعوكم طبعا لمتابعته، تجدون فيه الكثير من الأرقام المميزة. كرة لفارس أرناؤوط، التمريرة باتجاه علي سعيد، علي سعيد إلى وسط الملعب باتجاه من عبد الهادي حنبضلي على ما يبدو، نعم يحاول يمرر باتجاه أيهم كرنبن، يشاهد تغيير في مراكز اللاعبين، يتحول أيهم كرنبن من جديد، الواكد داخل منطقة الجزاء يحاول المرور والتسديد، يا سلام، جول 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 جول، محمد الواكد ينجح في تسجيل الهدف الأول بعد توغل رائع، بعد مراوغة أيضا رائعة، كيف سدد، كيف سجل في الزاوية الصعبة، محمد الواكد ينجح في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريق الجيش، يصل محمد الواكد إلى هدفه 160 هذا الموسم، يفصل بينه وبين عارف الأغا هدفين فقط وثلاثة أهداف ليتجاوزه ويحل في المركز الثاني كأكثر الهدافين في الدوري السوري. طبعا في المركز الأول رجرافع، نشاهد طبعا في الإعادة كيف سجل محمد الواكد، كيف افتتح أو
عفوا عز الدين عوض، نعم 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 عز الدين، عز الدين عوض، أخطأنا في هذه المعلومة. عز الدين عوض هو من افتتح التسجيل، هو من راوغ، هو من سجل. من جديد تعود لمصلحة الجيش لكن راية التسلل. عز الدين عوض هو من افتتح التسجيل، سجل الهدف الأول. كرة إذن لمصلحة فريق الشرطة، يعني أيهم كرنبي هو من ساهم بهذه الهجمة، هجمة الهدف الأول. هو من كنا نتحدث عن تغيير في مراكز اللاعبين ما بين أيهم وشادي الحموي. إذن الشرطة يتأخر بهدف مقابل لا شيء. أحمد رجب على هذه الكرة، أحمد كما ذكرنا اللاعب يلعب في مركز الارتكاز، اليوم يعود لقلب الدفاع. من جديد كرة طويلة باتجاه الواكد لكن الإبعاد حاضر من محمد اليوسف. من جديد أحمد رجب بالرأس يحاول هذه الكرة، تعود ليوسف عرفة في وسط الملعب. أحمد لحام وهادي، هادي يحاول التمريرة من جديد في وسط الملعب مقطوعة. محمد الحسن وفارس أرناؤوط المتقدم إلى وسط الملعب. محمد الحسن من جديد يحافظ على الكرة، عز الدين صاحب الهدف الأول. فارس أرناؤوط التمريرة. الآن الجيش ربما سيبدأ يتحرر أكثر. خروج إذا لشيفان أوسي، خروج موفق يحاول حماية هذه الكرة، تخرج إلى ركلة مرمى. افتتاح التسجيل كان مهم بالنسبة لفريق الجيش، سيجعل فريق الشرطة يخرج من مواقعه أكثر، بالتالي يحاول الاستفادة من الهجمات المرتدة. وجود لاعبين كما ذكرنا مميزين كعز الدين، ولاعب قادر على الانهاء. من جد عز الدين يقطع هذه الكرة لكن لم يتعامل معها بشكل جيد. شيفان أوسي الكرة الطويلة في وسط الملعب. من جديد المحاولة، كرة ملعوبة. حسن محمود يتقدم، حسن من جديد المحاولة لكن يحافظ على الكرة إلى الآن. يا سلام عليك. عبد الهادي حنبضلي، محمد الحسن على هذه الكرة على تنفيذ الخطأ. عبد الهادي حنبضلي التمريرة باتجاه شادي الحموي لكن رأيت التسلل حاضرة بهذه اللقطة. كرة من جديد، المحاولة الجيشاوية مقطوعة. محمد الواكد يبحث عن التمرير باتجاه عز الدين عوض، عز الدين يحاول على مشارف المنطقة التمريرة لكن مقطوعة كانت من لاعبي فريق الشرطة. من جديد المحاولة من على مشارف منطقة الجزاء أيهم، من جديد المحاولة العرضية لداخل المنطقة لكن الإبعاد بالرأس حاضر بهذه اللقطة. محمد الحسن، محمد الحسن يمرر باتجاه عبد الهادي حنبضلي، عبد الهادي حنبضلي لكن مقطوعة في الهجمة المرتدة. يحاولون لكن كرة طويلة أقرب باتجاه علي سعيد بالرأس يبعد هذه الكرة. أيضا نشاهد بعض التغييرات في المراكز
بالنسبة لفريق الجيش، يعني غيروا في أكثر من مركز بصراحة. كرة ملعوبة أيهم لعلي سعيد، علي سعيد يتقدم علي، علي المحاولة من على مشارف منطقة الجزاء، يحاول إرسال كرة عرضية لداخل المنطقة، عز الدين يحاول داخل المنطقة لكن الحكم يمر باستمرار اللعب، لا وجود لخطأ أحمد محيا التمريرة، لكن بدون عنوان. يعني نشاهد عبد الهادي حنبضلي يعود إلى مركز الظهير الأيسر، حسن محمود يتحول إلى لاعب ظهير أيمن بعد أن كان في المركز الأيسر، علي سعيد يخرج من الظهير الأيمن إلى وسط الملعب. هذه يعني تبديلات في التشكيل داخل الملعب، تبادل للمراكز بين اللاعبين. طبعا حتى كنا نتحدث قبل قليل قبل لقطة الهدف الأول، أيهم كرنبة تحول إلى الجهة اليمنى، وشادي الحموي عاد إلى الجهة اليسرى. محمد الحسن التمريرة باتجاه شادي الحموي، شادي الحموي الكرة باتجاه الواكد لكن أقرب إلى بشار أبو خشريف، وشيفان أوسي بعد هذه الكرة إلى وسط الملعب بالرأس من جديد، تعود محمد الحسن التمريرة لكن مقطوعة من لاعبي فريق الشرطة، أقرب لشيفان أوسي بعد هذه الكرة من جديد في وسط الملعب. المحاولات لا تزال عند عز الدين عوض، عز الدين المحاولة الآن، عز الدين داخل منطقة الجزاء، عز الدين خطير داخل منطقة الجزاء، شاهدنا كيف تعامل مع لقطة الهدف بعد تدخل حاصل، خطأ بكل تأكيد لمصلحة فريق الجيش من على مشارف منطقة الجزاء من منطقة مثالية. نشاهد طبعا في الإعادة كيف حصلت الإعاقة، من سيكون على تنفيذ هذه الكرة على ما يبدو أيهم كرنبي. أيهم كرنبي على تنفيذ هذه الكرة، هل سنشاهد ثاني أهداف هذا اللقاء؟ هل سنشاهد الجيش يحسم الأمور بشكل مبكر؟ كرة إلى داخل منطقة الجزاء، المحاولة بالرأس لكن تخرج هذه الكرة إلى ركلة مرمى. طبعا نشاهد هذه اللقطة أيضا في الإعادة، كرة كانت خطرة بعض الشيء على مرمى شيفان أوسي، الرمية الجانبية الآن، أيهم خريبان وهادي، تعود لمصطفى تتان، مصطفى تتان يعيد الكرة باتجاه أحمد اللحام، يغير اتجاه اللعب أحمد اللحام، المحاولة إرسال كرة لكن تخرج هذه الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة. كرة ملعوبة من على مشارف منطقة الجزاء، محاصرين لاعبين فريق الشرطة بهذه الكرة، رمية جانبية أخرى إذن ملعوبة من جديد، رمية جانبية إذن لمصلحة فريق الجيش في المواقع الخلفية الإبعاد، لكن تخرج مرة أخرى إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الجيش. حسن محمود لاعب منتخب الشباب من اللاعبين المميزين، حسن كرة اتجاه عز الدين لكن تخرج إلى رمية جانبية أخرى لمصلحة فريق الشرطة، كرة في وسط الملعب، اللحام أو تتان لكن مقطوعة، تعود للواكد، الواكد محاصر في وسط الملعب يبحث عن التمرير إلى محمد الحسن، محمد الحسن والتمريرة باتجاه شادي الحموي، شادي الحموي يمرر لكن بشكل خاطئ، تصل باتجاه هادي الملط، محاولة في وسط الملعب، محاولة المرور لكن الخطأ موجود على أيهم كرنبي في وسط الملعب لمصلحة فريق الشرطة.
اللعوبة إلى محمد اليوسف وبشار أبخ شريف. بشار أبخ شريف في وسط الملعب يمرر من جديد، تعود كرات متناقلة في وسط الملعب بين لاعبي فريق الشرطة، لكن إلى الآن دون تهديد واضح على مرمى عبد اللطيف نعسان. لم نشاهد أي تسديدة، لم نشاهد أي كرة خطرة، مع أن فريق الشرطة يملك عناصر جيدة في المقدمة. نتحدث عن حاتم نابلسي، يوسف عرفة، أحمد محياء، ربما أخطرهم حاتم نابلسي. من جديد الكرة، المحاولة التسديدة، لكن عالية هذه الكرة من هادي الملط. نذكر متابعينا بأن الجيش متقدم بهدف عز الدين عوض، جاء في منتصف الشوط. عز الدين تعامل مع الكرة بشكل رائع جدا، يعني وضعها في الزاوية الصعبة. كرة عند محمد الواكد، محمد الواكد المحاولة، نشاهد محمد الواكد يعود إلى وسط الملعب كثيرا. محمد الحسن، التمريرة إلى عبد الهادي حنبضلي، عبد الهادي وشادي، شادي الحموي، شادي الحموي ومحمد الحسن في وسط الملعب، يمر من جديد باتجاه اللاعب الشاب أيهم كردبه. محاولة المرور، يا سلام عليك، والتسديدة، يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا أيهم، يا سلام على هذا المرور وعلى هذه التسديدة الرائعة من اللاعب أيهم كردبه. نشاهد في الإعادة كيف مر وكيف راوغ وكيف سدد هذا اللاعب الشاب المميز من أبناء نادي الجيش. سبق وأن شاهدته كثيرا في دوري الشباب، لاعب بصراحة مميز. هذه لقطة من بعض لقطاته، لديه إمكانيات أكبر وأكثر. كرة مقطوعة، لكن وجود لخطأ لمصلحة فريق الجيش. محمد الحسن كما ذكرنا اللاعب السابق بصفوف نادي الطليعة والاتحاد والساحل. نشاهد علي سعيد وأيهم كرنبي يلعبها بشكل مباغت، عبد الهادي حنبضلي، لكن الكرة تخرج، ما هو قرار الحكم؟ الكرة تخرج إذن إلى ركلة مرمى، مطالبة باحتسابها لركلة ركنية، لكن الحكم أقرب إلى هذه الكرة وأشار إلى ركلة مرمى. طبعا أخطر الفرص بصراحة باستثناء لقطة الهدف كانت بأقدام أيهم كرنبي لاعب الشاب. شاهدنا في هذه اللقطة وشاهدنا أيضا في الإعادة كيف دخل وكيف راوغ وكيف سدد، لكن شيفان أوسي كان حاضر في هذه اللقطة بعدها بكل براعة. شيفان أوسي، كرة في وسط الملعب من جديد لمحمد الحسن، محمد الحسن باتجاه شادي الحموي، شادي الحموي، شادي، تطول هذه الكرة وتخرج، ليس في يومه شادي. عدة كرات لم يتعامل معها بشكل جيد أيهم خريبان، تعود إلى محمد اليوسف، محمد اليوسف وبشار أبخ شريف، بشار أبخ شريف يعود من مبدأ الأمان إلى شيفان أوسي. كرة من جديد مصطفى تتان أو أحمد اللحام، بشار أبخ شريف يبحث عن التمرير إلى مصطفى تتان، محمد اليوسف، محمد اليوسف يرسل كرة باتجاه أحمد محيا، مقطوعة لكن لاعبي فريق الجيش. التقدم من علي سعيد، يا سلام إلى عز الدين، المحاولة على مشارف المنطقة داخل المنطقة، التسديد والهدف، يا سلام يا سلام يا سلام على الواكد، ويا سلام على عز الدين داخل منطقة الجزاء، يتلاعبون بدفاعات فريق الشرطة وينجحون بتسجيل الهدف الثاني. محمد الواكد إذن يسجل ويحتفل ويقبل الشعار هذا اللاعب الذي يلعب منذ سنوات بصفوف نادي الجيش، وهو هدافه التاريخي والثالث الهدافين التاريخيين للدوري السوري، يصل إلى الهدف 160. محمد الواكد طبعا سنشاهد اللقطة في الإعادة كيف قاد الهجمة المرتدة علي سعيد ومرر إلى عز الدين عوض. عز الدين كيف تلاعب وكيف قدم كرة على طبق من ذهب لمحمد الواكد، كرة على طبق من ذهب قدمها عز الدين عوض كما تشاهدون في لقطة الإعادة. علي
سعيد مرر إلى عز الدين وجد نفسه أمام الحارس، فضل عدم التسديد، فضل التمرير إلى محمد الواكد القادر على إنهاء كل الكرات بكل براءة محمد الواكد، لكن هذه الكرة الهدف يحتسب بها لمحمد الواكد، لكن الشغل كله كان من اللاعب عز الدين عوض كما ذكرنا. إذن عز الدين يسجل الهدف الأول، من ثم يصنع الهدف الثاني يقدمه على طبق من ذهب لزميله محمد الواكد. كرة إذن لمصلحة الشرطة في وسط الملعب، وجود خطأ لمصلحة فريق الشرطة. إذن الشرطة متأخر بهدفين، متأخر بهدفين فريق الشرطة في الشوط الأول، بالتالي يعني نشاهد اليوم ربما الجيش حسم الأمور، حسم الأمور بشكل مبكر بهذه المباراة. مصطفى تتان كرة طويلة من جديد، ربما هدف يعيد الشرطة إلى أجواء هذا اللقاء. عبد اللطيف نعسان، لكن الكرة خرجت، الكرة خرجت، نعم خرجت إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق الشرطة. لو سجل الشرطة في الشوط الأول هدف يبقى في المباراة، لكن نهائيا ينتهي الشوط الأول بالتأخر بهدفين ربما معضلة بالنسبة لفريق الشرطة. من جديد المحاولة التسديد، وكرة خطرة، كرة خطرة لكن تخرج إلى ركلة ركنية، نعم لامست أحد لاعبي فريق الجيش، تخرج إلى ركلة ركنية. من على التنفيذ سيكون يوسف عرفة، يوسف عرفة، يوسف عرفة، والكرة الطويلة محاولة بالرأس مبعدة تصل إلى محمد الواكد صاحب الهدف الثاني، يقود الهجمة المرتدة مع أيهم كرنبة بالسرعة، أيهم كرنبة من أمام أيهم خريبان، لكن وجود لتسلل، راية تسلل حاضرة بهذه اللقطة. كرة في وسط الملعب لمصلحة فريق الشرطة من جديد، كرة شرطاوية. حاتم نابلسي، لم نشاهد اليوم حاتم نابلسي مع أنه من اللاعبين المميزين، لكن لم تصله الكثير من الكرات بصراحة. خط المقدمة تشعر وكأنه عند فريق الشرطة معزول كل العزل، معزول كل العزل عن باقي الفريق، يعني نشاهد دفاعات فريق الشرطة تحاول أن تمرر إلى وسط الملعب، تصل الكرة إلى وسط الملعب، لكن الوسط غير قادر على التحكم برتم المباراة. وبصراحة يعني وسط فيه عز الدين عوض ومحمد الحسن ومساهمات من عبد الهادي حنبضلي، يعني وسط يتفوق على كثير من الفرق في الدوري السوري. كرة إلى داخل منطقة الجزاء، المحاولة لكن أقرب إلى عبد اللطيف نعسان، خمسة دقائق على نهاية أحداث الشوط الأول، والشرطة والجيش متقدم بهدفين على فريق الشرطة بهذا اللقاء. كرة أقرب إلى شيفان أوسي، محمد اليوسف، التمريرة باتجاه حاتم نابلسي وأيهم خريبان، تعود باتجاه محمد اليوسف، وكرة للتتان، تتان يغير اتجاه اللعب باتجاه الملط، لكن الإبعاد بالرأس من حسن محمود. الرمية الجانبية الآن، يعني اليوم الكابتن ماهر بحري أعطى الحرية أكثر لعز الدين عوض، يعني بالرغم من وجوده في وسط الملعب لكنه يتحرك كمهاجم ثاني، يتحرك كصانع ألعاب حر. كرة لحاتم نابلسي مقطوعة من عبد الهادي حنبضلي، محمد الحسن، التمريرة
شادي الحموي باتجاه الواكد، لكن أقرب إلى شيفان أوسي. كنا نتحدث عن عز الدين، نشاهد عز الدين يتحرك في جميع الخطوط الأمامية، يعني نشاهده كمهاجم ثاني، نشاهده كصانع ألعاب، نشاهده كلاعب ارتكاز، بالتالي يقدم أداء جيد، أداءه أثمر عن هدف وأسست. محمد الواكد سجل طبعا الهدف الثاني بأقدام محمد الواكد، لكنه بتمريرة رائعة وقدمت على طبق من ذهب من اللاعب عز الدين عوض. كرة ملعوبة لأيهم خريبان، أيهم خريبان يحاول إرسال الكرة لكن مقطوعة من دفاعات فريق الجيش. كرة ملعوبة، محمد اليوسف الكرة إلى داخل المنطقة، بكل تأكيد في الشوط الثاني سيكون هناك تبديلات بالنسبة لفريق الجيش. طبعا لديه على دكة البدلاء بعض الأسماء كرضوان قلعجي، جهاد غاوي، أحمد باكير، عبد الرحمن عرابي، محمد شريف، وسام سلوم، محمد الأحمد، يعني كلها أسماء قادرة على صنع فارق جديد وإعطاء عمق لتشكيلة فريق الجيش من جديد. يوسف عرفة لكن مقطوعة من فارس أرناؤوط، والتدخل قاسي كان في هذه اللقطة. فارس وحسن محمود، حسن محمود وكرة طويلة أقرب إلى شيفان أوسي. محمد اليوسف، مصطفى تتان، وأحمد اللحام، التمريرة في وسط الملعب. محمد عجيل يحاول التمريرة الآن، أيهم خريبان متقدم، أيهم خريبان يحاول إرسال كرة، يبحث عن مساندة، حاتم نابلسي من على مشارف منطقة الجزاء، يعود بالكرة باتجاه اللحام العجيل على هذه الكرة من جديد، محاولة من على مشارف المنطقة جديد حاتم نابلسي، التسديدة لكن أقرب إلى عبد اللطيف نعسان، يعني كما ذكرنا خط المقدمة معزول، تشعر بأن فريق الشرطة بحاجة لصانع ألعاب شبيه بعز الدين عوض، يستلم الكرة، يوزع بشكل صحيح، يوجه زملائه بشكل صحيح. كرة ملعوبة، إذن الحكم يضيف دقيقتين من الوقت البدل الضائع. من جديد هذه الكرة في وسط الملعب، مقطوعة من أيهم كرنبي، أيهم كرنبي وعز الدين والهجمة المرتدة، أيهم كرنبي للواكد لكن بشكل خاطئ تصل إلى دفاعات فريق الشرطة. المحاولة أقرب إلى فارس أرناؤوط، يبعد هذه الكرة في وسط الملعب، علي سعيد، علي وأيهم كرنبي، أيهم كرنبي كان لهم مساهمة في الهدف الأول. عز الدين عوض من على مشارف منطقة الجزاء، يحاول عز الدين يحتفظ في الكرة، يتركها لحسن محمود من جديد، عز الدين عوض، تمريرات قصيرة بين اللاعبين من جديد تصل إلى على مشارف المنطقة، المحاولة لكن الإبعاد بالرأس، كرة لمصلحة فريق الشرطة في وسط الملعب. عبد الهادي حنبضلي يحاول المرور، التمرير يا سلام من جديد تصل إلى أيهم كرنبي، أيهم، أيهم يبحث عن المساندة، يبحث عن الزميل، يبحث عن ثغرة للتمرير، تصل إلى علي سعيد، علي سعيد في وسط الملعب،
يمرر إلى عز الدين كابتن الفريق عز الدين عوض. تناقل للكرات محمد حسن، محمد حسن يحاول لكن وجود خطأ، وجود خطأ، حالة الشد كانت واضحة. كرة من جديد لشادي الحموي، شادي الحموي المحاولة إذا نهاية أحداث هذا الشوط بتفوق فريق الجيش بهدفين مقابل لا شيء. افتتح التسجيل طبعا عز الدين عوض ومحمد الوقت سجل الهدف الثاني. نعود إليكم مع بداية أحداث الشوط الثاني. الجيش والشرطة، الشوط الأول الذي انتهى بتقدم فريق الجيش بهدفين مقابل لا شيء. افتتح التسجيل طبعا عز الدين عوض في الدقيقة 21 ومن ثم ضاعف النتيجة محمد الواكد في الدقيقة 36. طبعا لا وجود لأي تبديلات ما بين الشوطين. كرة الآن مقطوعة لمصلحة فريق الجيش، تعود لمحمد الحسن وفارس أرناؤوط. كرة طويلة باتجاه عز الدين كابتن الفريق الذي وجود كرتين داخل أرض الملعب. شيفان أوسي نعم وجود كرتين داخل أرض الملعب، كان على الحكم أن يوقف اللعب. شيفان أوسي يرسل كرة عالية باتجاه المواقع الأمامية لكن مقطوعة. تعود عز الدين عوض نجم المباراة إلى الآن، عز الدين عوض بمساهمته في تسجيل الهدف الأول ومن ثم صناعة الهدف الثاني. كنا نتحدث عن أن عز الدين عوض قدم كرة على طبق من ذهب لمحمد الواكد، قال له خذ وسجل لمحمد الواكد. كرة من جديد في وسط الملعب، هادي الملط، كرة لأيهم خريبان، يتقدم أيهم خريبان بالمحاولة. أيهم من على مشارف منطقة الجزاء يعود إلى الخلف قليلا. الدتان يحافظ على الكرة، يمرر إلى أيهم خريبان، أيهم خريبان يحاول التوغل، يحاول إرسال الكرة العرضية لكن مقطوعة من عبد الهادي الحنبضي. تعود لمصلحة فريق الشرطة بخطأ دفاعي، التسديدة لكن من جديد مبعدة هذه الكرة أو تخرج، لكن لا تزال هذه الكرة، نعم خرجت هذه الكرة ملعوبة بشكل سريع في وسط الملعب. هذه الملطة، التمريرة إلى حاتم النابلسي، محمد عجيل يتقدم، محمد عجيل هذا الظهير من أمام حسن محمود. حسن محمود كما ذكرنا شاهدنا عدة تغييرات على الشكل الفني أو الشكل التكتيكي داخل أرض الملعب على عكس الانطلاقة التي كانت بشكل ومن ثم تحولت إلى شكل آخر من طرف نادي الجيش. شاهدنا بالبداية حسن محمود ظهير أيسر وعلي سعيد ظهير أيمن، لكن تغير الشكل، عاد عبد الهادي حنبضلي من الوسط إلى الظهير الأيسر، وتحول حسن محمود من الظهير الأيسر إلى الظهير الأيمن، وخرج علي سعيد من الظهير الأيمن مركز الظهير الأيمن إلى وسط الملعب. كذلك شاهدنا تبادل للمراكز ما بين الجناحين شادي الحموي واللاعب أيهم كرنبي. من جديد تصل إلى وسط الملعب، المحاولة من بشار أبو خشريف إلى محمد اليوسف، نعم في وسط الملعب من جديد محمد اليوسف يمرر إلى اللحام، أحمد اللحام، التمريرة، المحاولة من جديد يوسف عرفة يرسل كرة العرضية بالرأس مبعدة من حسن محمود، يعود ويبعد هذه الكرة ووجود خطأ. طبعا سنتحدث عن بعض الأرقام. خاض الشرطة خلال القرن الحالي 18 مباراة افتتاحية، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر في 4 مباريات، وخاض الجيش 34 مباراة افتتاحية لم يخسر سوى بثلاثة، منها 2 ضد الشرطة. أي أن الجيش خلال تاريخه خلال 34 مباراة افتتاحية خسر فقط في 3، والثلاثة التي خسرها كان 2 منها ضد فريق الشرطة.
الكرة تخرج إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الجيش. كرة تصل لعبد اللطيف نعسان. من جديد المحاولة باتجاه عبد الهادي حنبضلي، عبد الهادي حنبضلي بالتقدم إلى شادي الحموي. وجود خطأ لمصلحة فريق الجيش. شادي الحموي على تنفيذ هذه الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، المحاولة لكن أقرب إلى شيفان أوسي. من جديد تصل باتجاه حاتم نابلسي وهادي الملط لكن مقطوعة. محمد الواكد كما ذكرنا هو وعز الدين يشكلون بصراحة ثنائية ممتازة. الكابتن ماهر بحري أعطى عز الدين عوض حرية كبيرة صراحة في وسط الملعب في اللعب، يعني شاهد عز الدين في أكثر من مركز. كرة طويلة وبعيدة عن المرمى تخرج إلى ركلة مرمى. إذن كرة لأحمد رجب كما ذكرنا في الشوط الأول، أحمد رجب الذي عاد من مركز الارتكاز لقلب الدفاع بسبب إصابة مصطفى سفراني. اليوم يعني بالنسبة للفريقين يعني كنا سابقا يعني في المواسم ربما قبل 3 أو 4 مواسم أو حتى 5 مواسم كان الشرطة دائما الخصم الشرس، الخصم الصعب. كرة لشادي، شادي الحموي التمرير لكن مقطوعة. كان فريق الشرطة دائما قريب من المناطق الآمنة، من المناطق الدافئة، دائما خصم صعب أمام جميع الفرق، أمام المتصدر والوصيف وكل الفرق. لكن اليوم يبحث الفريق ربما فقط عن النجاة من الهبوط. كذلك فريق الشرطة في المواسم الماضية كان بطل الدوري، كان لديه تشكيلة ورائعة، لديه عناصر ممتازة على المستوى المحلي. نتحدث عن فريق حقق 5 ألقاب متتالية، فريق الجيش يعني سيطر على الكرة السورية بتشكيلة كانت يعني آخر تشكيلة تذكرها كانت لفريق الشرطة. الآن الكرة الإبعاد من جديد، لا تزال الخطورة قائمة لكن خروج موفق لعبد اللطيف نعسان. كنا نتحدث عن آخر تشكيلة حققت لقب الدوري كانت تضم عناصر مميزة، منها محمد شريفة عندما كان في عز عطائه، اليوم متواجد على دكة البدلاء معه عز الدين عوض، باسل مصطفى، محمد الواكد، يوسف الحموي، فارس أرناؤوط، أحمد مدنية، كلها أسماء كانت بصراحة من يعني من خيرة الأسماء على مستوى سوريا. نشاهد اليوم تشكيلة فريق الجيش موزعة على كل الفرق التي تنافس، لكن اليوم طموح اختلف. اليوم الجيش فقط يبحث مثلا عن مركز في المناطق الدافئة أو مركز متقدم بين الأربعة الأوائل، أول البطاقات الصفراء. إذن على مدافع فريق الشرطة محمد اليوسف، بطاقة صفراء أولى بهذا اللقاء. إلى الآن لا وجود لأي تبديلات، على ما يبدو أن اللاعب عز الدين عوض تعرض للإصابة، نتمنى له السلامة وكذلك نتمنى السلامة لجميع اللاعبين وأن تنتهي هذه المباراة دون أي إصابات. طبعا فريق الشرطة هو يعني كرقم مميز هو صاحب أطول سلسلة تاريخية من دون هزيمة من عام 1976 حتى عام 1984،
يعني نتحدث تقريبا عن 8 سنوات في الدوري لم يخسر، لم يتلقى أي هزيمة. وكذلك هناك رقم بالنسبة لفريق الشرطة نتحدث عنه بعد هذه الكرة من جديد، تصل إلى الواكد المحاولة لكن مقطوعة، لم يتعامل معها بشكل صحيح، ووجود خطأ وتبديلات أيضا قادمة بالنسبة لفريق الشرطة، لكن نتحدث عن هذه المعلومة. هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري ومع ذلك لم يفز باللقب، وكان ذلك في موسم 1978-79، فاز يومها الجيش باللقب بكثرة تعادلات فريق الشرطة. إذن التبديلات القادمة بالنسبة لفريقي الجيش والشرطة، هناك تبديلين بالنسبة لفريق الشرطة، نتحدث عن اللاعب معن الحسن يستعد للدخول، وكذلك اللاعب إيفان سليمان. تبديلات هجومية بحتة بالنسبة لكتيبة مصعب محمد. إذن إيفان سليمان ومعن الحسن يستعدان للدخول، كرة لمحمد عجيل، محمد عجيل على مشارف المنطقة، يعود إلى حاتم نابلسي يحاول لكن مقطوعة لمصلحة فريق الجيش. محمد الواكد يحاول الحفاظ على كرته، الحكم يمر باستمرار اللعب، لا وجود لخطأ. إذن محمد الأحمد من فريق الجيش أيضا يستعد للدخول، كرة في وسط الملعب شرطاوية، المحاولة من الجهة اليمنى على مشارف المنطقة تصل لهذه الملط، هذه الملط يحاول يبحث عن التمرير باتجاه يوسف عرفة لكن تطول وتخرج إلى ركلة مرمى. إذن التبديلات كما ذكرنا، مع الحسن يدخل وخروج لأحمد محيا بأول التبديلات، أو نفس التبديلات، خروج إذن لمعن الحسن ودخول لأحمد محيا، أيضا دخول لإيفان سليمان وخروج ليوسف عرفة، أيضا خروج للاعب شادي الحموي ودخول لأحمد الأحمد أو محمد الأحمد، نعم محمد الأحمد هو من دخل من فريق الجيش، أول تبديل لفريق الجيش، وهنا أيضا تبديلين هجوميين بالنسبة لفريق الشرطة. محاولة تنشيط المواقع الأمامية بالنسبة لفريق الشرطة، نتحدث عن إيفان سليمان، نتحدث عن معن الحسن، كرة من جديد، المحاولة في وسط الملعب بالنسبة لفريق الشرطة، أحمد اللحام، التمريرة باتجاه حاتم نابلسي، كرة لهذه الملط، هذه الملط والمحاولة باتجاه محمد عجيل، التمريرة إلى هذه في وسط الملعب باتجاه أحمد اللحام، لكن مقطوعة هذه الكرة، يضغط محمد الواكد لكن أقرب ليوسف محمد اليوسف، إيفان سليمان بأول اللمسات تعود محمد اليوسف إيفان لكن مقطوع، التقدم من محمد الحسن، المحاولة باتجاه الواكد لكن رايت السلة الحاضرة بهذه الواضح على محمد الواكد، من جديد المحاولة لا تزال، وجود خطأ على حاتم نابلسي في وسط الملعب، كرة ملعوبة باتجاه محمد الأحمد بأول اللمسات، يحافظ على هذه الكرة وحيدا في المقدمة محمد الأحمد، لا وجود لأي مساند، تخرج هذه الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة، ملعوبة اليوسف وبشار بخشريف والكرة الطويلة باتجاه إيفان سليمان، لكن عبد اللطيف النعسان يخرج وبالرأس يبعد هذه الكرة، من جديد عند لاعبي فريق الشرطة لكن مبعدة من فارس أرناؤوط، من جديد المحاولة ووجود خطأ على ما يبدو نعم لمصلحة فريق الجيش،
عبد اللطيف نعسان على هذه الكرة. كرة طويلة باتجاه المواقع الأمامية باتجاه الواكد، لكن محمد اليوسف، لا تزال الكرة مقطوعة لمصلحة فريق الشرطة في وسط الملعب. هادي يحافظ على الكرة، يمرر باتجاه العجيل، العجيل يعود باتجاه بشار أبو خشريف ومحمد اليوسف. كرة طويلة باتجاه معا، لكن أقرب إلى عبد اللطيف نعسان، يبعد الكرة بأطراف أصابع عبد اللطيف نعسان. تعود كرة لمصلحة الشرطة من على مشارف المنطقة، لكن تخرج إلى ركلة مرمى. ومن بعض الأرقام التي نتحدث عنها، الجيش هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز وبطولة الدوري بواقع 17 مرة، يعني رقم كبير لهذا الفريق، لهذا سمي الزعيم، زعيم الأندية السورية. طبعا الجيش أحرز أول لقب له في موسم 72-73، في أول مشاركة له في الدوري استطاع الفوز في اللقب. كرة من جديد، الإبعاد بالرأس من أحمد رجب، تصل لمحمد الأحمد لكن بالرأس مقطوع من بشار أبو خشريف. وجود أحد لاعبي فريق الشرطة على الأرض، نتمنى له السلامة، على ما يبدو تعرض لشد عضلي على ما يبدو. نذكر متابعينا بسيناريو الأهداف في الشوط الأول. عز الدين عوض الذي استطاع افتتاح التسجيل بعد فاصل مهاري، وسدد في الزاوية الصعبة للحارس شيفان أوسي، ومن ثم ضعف النتيجة اللاعب محمد الواكد بعد تمريرة رائعة جدا من النجم عز الدين عوض. طبعا نتمنى السلامة لجميع اللاعبين وأن تنتهي هذه المباراة كما بدأت دون أي إصابات. طبعا نادي الجيش غاب من موسم 87 حتى عام أو موسم 94 بسبب قرار إلغاء لعبة كرة القدم في نادي الجيش بعد النتائج السلبية للنادي في بطولة الأندية العربية عام 86 في تونس. على ما يبدو اللاعب مصطفى تتان هو من تعرض لهذا الشد العضلي، لكنه سيعود إلى أرضية الملعب. عز الدين أو أحمد اللحام، نعم أحمد اللحام هو من تعرض لهذا الإصابة. من جديد تعود لمصلحة فريق الشرطة، عودة أحمد اللحام. رمية جانبية على ما يبدو، نعم، لمصلحة فريق الجيش. شوط ثاني هادئ على عكس الشوط الأول. عز الدين يعود بالكرة إلى أيهم كرنبي، عز الدين عوض لكن الإبعاد حاضر من محمد اليوسف. تعود لعلي السعيد وكرة باتجاه فارس أرناؤوط، فارس أرناؤوط، التمريرة إلى حسن محمود. يا سلام على حسن، يحاول حسن يبحث عن التمريرة، جميلة من حسن محمود إلى محمد الأحمد، يحاول مع دخوله في الشوط الثاني إلى أيهم كرنبي و خطأ لمصلحة أيهم كرنبي من التتان من على مشارف منطقة الجزاء.
نبه على هذه الكرة. التمريرة باتجاه علي سعيد لكن طالت هذه الكرة. التنفيذ كان بشكل خاطئ، ربما الفكرة كانت صحيحة لكن التنفيذ. كرة من جديد شرطاوية في المواقع الخلفية، محاولة إرسال كرة، ربما الشرطة بحاجة لتنشيط وسط ملعبه أكثر، بحاجة لإجراء تغييرات من الكابتن مصعب محمد في وسط الملعب. هكذا أرى وهكذا هي نظرتي، ربما أكون على صواب وربما أكون على خطأ بالتالي بالمدرب أو الفني. من جديد تعود، لكن وجود يعني يظهر وجود مشاكل في وسط الملعب، من بطء في التحضير، من صعوبة الخروج في الكرة بالنسبة لفريق الشرطة، بالتالي بحاجة لإجراء تبديلات. ربما يكون لديه تبديلات في وسط الملعب في الفترة القادمة. حاتم نابلسي يحاول التوغل، لكن حسن محمود، يا سلام عليك يا حسن محمود، تدخل رائع، تخرج الكرة إلى رمية أو ركلة مرمى، بطاقة صفراء من أحمد الحكم أحمد خليفة على حاتم نابلسي. كرة عند عبد اللطيف نعسان، ملعوبة إلى فارس أرناؤوط. يستعد أيضا اللاعب محمد شريفة لاعب فريق الجيش للدخول. كرة لعلي سعيد، التمريرة باتجاه عز الدين. عز الدين يحاول من على مشارف منطقة الجزاء. عز الدين خطير، عز الدين بكل تأكيد، مقطوعة من محمد اليوسف بشكل جميل، تصل لحاتم نابلسي المحاولة لكن مقطوعة. تعود من جديد محمد الواكد، وتدخل ووجود خطأ لمصلحة فريق الجيش. تدخل كان من الخلف على محمد الواكد من اللاعب مصطفى تتان. أيضا هنا تبديل قادم بالنسبة لفريق الشرطة، من سيدخل؟ اللاعب محمود عقلة. محمود عقلة إذن يستعد للدخول. كرة ملعوبة باتجاه أيهم كرنبة لكن مقطوعة من شيفان أوسي. محمود عقلة كما ذكرنا إذن يستعد للدخول. إذن خروج لحاتم نابلسي، دخول لمحمود عقلة. استبدل كل الخط الأمامي المدرب مصعب محمد على أمل إدراك أو حتى صنع فارق في المقدمة. كرة لمصطفى تتان، التتان وكرة للعجيل، عجيل يحاول يعود بالكرة إلى الخلف عند محمد اليوسف وبشار بخشريف. بشار بخشريف ومحمد اليوسف، تناقل للكرات بين قلبي الدفاع. الكرة الطويلة، المحاولة لأيهم خريبان، الكرة العرضية لكن سهلة على عبد اللطيف نعسان. نشاهد تراجع بالنسبة لفريق الجيش، يعني بحاجة أيضا لبعض التبديلات كما ذكرنا. شاهدت محمد شريفة يستعد أيضا للدخول، محمد الأحمد ومحمد العجيل، وتخرج الكرة إلى ركلة ركنية إذن لمصلحة الجيش. علي سعيد على التنفيذ سيكون. أو أيهم كرنبة أيهم كرنبة اللاعبين المميزين بصراحة، يعجبني هذا اللاعب. كرة تمريرة إلى علي وأيهم، من جديد تعود لكن تطول الكرة، وراية التسلل
المحاضرة كانت على أيهم كرنبيس وتفاهم ما بين علي سعيد وأيهم. كرة من جديد ملعوبة بالنسبة لفريق الشرطة في وسط الملعب. التتان مصطفى التتان يحاول كرة من جديد تصل على مشارف المنطقة محاولة لكن أقرب إلى أحمد رجب. إيفان سليمان حاول بهذه الكرة تعود شرطاوية باتجاه محمد اليوسف. الشوط الثاني هادئ على عكس الشوط الأول الذي حمل الأهداف وحمل بعض الفرص حتى لو لم تكن خطرة. المحاولة الآن لكن مقطوعة الكرة العرضية من جديد لكن الإبعاد بالرأس من حسن محمود. ركلة ركنية إذن هادي على تنفيذ هذه الكرة. سنشاهد الشرطة يقلص الفارق بهذه الدقائق. تمريرة تعود باتجاه اللحام وتتان باتجاه محمد اليوسف. محمد اليوسف يحاول التسديد من بعيد وكرة خطيرة كانت من محمد اليوسف مرت بسلام على مرمى عبد اللطيف نعسل. عبد اللطيف نعسان اللاعب السابق بصفوف نادي الكرامة. كرة بالرأس تصل لأيهم كرنبه. أيهم يحاول يحافظ على هذه الكرة لكن التدخل من الخلف احتجاج من لاعبي فريق الشرطة على احتساب الحكم لخطأ. عبد اللطيف نعسان على الأرض ربما يعاني من إصابة أو ما شابه. والتبديل القادم الآن يستعد محمد شريفة للدخول ربما يبحث بهذا التبديل الكابتن ماهر بحري للسيطرة على وسط الملعب أكثر. لكن من سيغادر؟ طبعا تاريخيا مثل الجيش والشرطة العديد من الأسماء المهمة ومن نجوم الكرة السورية. يعني نتحدث عن العصر الذهبي للشرطة يعني لاعبين مثل شاهر سيف وعبد الناصر عباسي أنور عبد القادر من اللاعبين أيضا الذين يعتبرون أساطير بالنسبة لفريق الشرطة وحتى فريق الفتوة. هيثم أنور عبد القادر، هيثم برجكلي، محمود وتد ومحمود طوغلي وجورج نصري، حاتم الغايب أيضا رئيس الاتحاد السابق اتحاد كرة القدم، ووليد إسلام ومحمد العطار وغيرهم الكثير من الأسماء التي شاركت والتي تركت بصمة في فريق الشرطة. أيضا فريق الجيش هناك العديد والعديد من الأسماء. يعني نادي الجيش لديه تاريخ كبير ولديه تاريخ حافل في الدوري السوري. لا نستطيع يعني ذكر كل الأسماء لكن أبرزهم مالك شكوحي الحارس السابق لمنتخبنا الوطني ومحمد دهمان، نزار محروس وعبد القادر كردغلي، وليد أبو السل، جورج خوري، طارق جبان، رغدان شحادة وزياد شعبه وغيرهم الكثير والكثير. نتحدث عن فريق لديه 17 لقب في الدوري بالتالي لديه أسماء عديدة شاركت لكن تبقى هذه الأسماء من أبرزهم. عبد اللطيف نعسان يبعد هذه الكرة بالرأس من جديد تعود
لمحاولة لمعا الحساسية، لكن تخرج هذه الكرة إلى رمية جانبية إذن لمصلحة فريق الشرطة. التبديل إذن، من سيغادر؟ خروج إذن لعز الدين عوض ودخول لمحمد شريفة، كان من يعني أهم اللاعبين في هذه المباراة. عز الدين عوض استطاع تسجيل الهدف الأول، صناعة الهدف الثاني، أفضل لاعب بهذه المباراة بكل صراحة. يخرج ودخول لمحمد شريفة. كرة من جديد أيهم كرنبي، المحاولة تصل لحسن محمود، يعيد الكرة بمبدأ الأمان إلى عبد اللطيف نحسان، كرة طويلة باتجاه الواكد ومحمد الحسن يحاول الحفاظ والسيطرة على هذه الكرة. التمريرة إلى محمد الشريفة بأول اللمسات. محمد يحاول التمرير إلى أيهم كرنبي. أيهم كرنبي المحاولة لا تزال من أمام لاعبي فريق الشرطة، يسيطر على كرته، يعيدها باتجاه علي سعيد، وأيهم كرنبي من جديد إلى حسن محمود وفارس أرناوت. تناقل للكرات، محاولة الاستحواذ أكثر على الكرة، محاولة إيجاد الثغرة المناسبة، لكن التمريرة بشكل خاطئ. محمود عقلة استخلصها، مرر إلى محمد عجيل، غير اتجاه اللعب لكن بالرأس، مقطوعة من عبد الهادي حنبطي. من جديد التقدم، المحاولة لا تزال، لكن وجود خطأ لمصلحة فريق الجيش. احتجاج كان من محمد اليوسف، عليه أن يحذر محمد اليوسف، لديه بطاقة صفراء، أي مشادة مع الحكم ربما يحصل على انذار ثاني وطرد، ويزيد من متاعب فريق الشرطة بهذه المباراة. عبد الهادي حنبطلي، كرة باتجاه أيهم كرنبي، يحاول من أمام العجيل، لكن تطول هذه الكرة وتخرج إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة. بشار أبخي شريف، التمريرة إلى إيفان، أو عفوا شيفان أوسي، يلعب بالنار بشار أبخي شريف وشيفان أوسي. كرة محاولة شرطاوية من على مشارف المنطقة، يحاولون تقليص الفارق الآن بهذه الدقائق، لكن لا وجود لأي تسديدات خطرة على مرمى الجيش. عبد اللطيف نعسان لم يختبر بأي كرة إلى الآن. اللحام نلعب في الدقيقة 77، 13 دقيقة على نهاية أحداث هذا اللقاء، ولا يزال الجيش متقدم بهدفين. عبد اللطيف نعسان على هذه الكرة اتجاه أيام كرنبي، لكن محمد عجيل يترك هذه الكرة لتخرج رمية جانبية. إذن كرة محاولة علي سعيد، حكم يمر باستمرار اللعب، لا وجود خطأ. محمد شريفة يحاول يمرر إلى محمد الحسن والشريفة، من جديد إلى علي سعيد، المحاولة حسن محمود التمريرة، لكن لا، الكرة لم تخرج، ملعوبة من جديد، تصل إلى هادي الملط من جديد، لكن مقطوعة. عبد الهادي حنبضلي قدم أداء جيد. عبد الهادي المحاولة، إيفان سليمان نعم يحاول التوغل المرور من أمام
أحمد رجب وعبد الهادي حمد الله يعود بالكرة إلى الخلف باتجاه معا الحسن. المحاولة لا تزال شرطاوية من على مشارف المنطقة والكرة العرضية أقرب إلى عبد اللطيف. نعسر جيد حقق رقما فريدا وهو وصافة بطولة الأندية العربية وبطولة النخبة العربية لخمس مرات متتالية، والجيش هو أول فائز ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد أحداثه في عام 2003 حين هزم الوحدة جاره هنا في دمشق في نهائي الذهاب بهدفين نظيفين، وخسر أمامه إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. طبعا وقتها كان ماهر السيد نجم الوحدة كان يلعب في صفوف نادي الجيش. كرة لتخرج إذن لرمية جانبية طالت على الجميع هذه الكرة. طبعا بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الآن تغيرت البطولات الآسيوية، أصبح هناك دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا العادي، وبطولة كأس التحدي الآسيوية هذه البطولة الثالثة البطولة الجديدة. يعني باختصار أن بطولة كأس التحدي الآسيوي تحولت لدوري أبطال آسيا، وأصبح هناك دوري أبطال آسيا للنخبة للأندية القوية، واستحدثوا بطولة جديدة هي كأس التحدي الآسيوي التي يشارك فيها الفتوة للمرة الأولى بعد أحداثها، يشارك فيها الفتوة بصفته بطل الدوري وبطل الكأس، يشارك أمام السيب العماني في أول المباريات اليوم التي تقام طبعا في عمان. هذه المباريات الثلاثة في دوري المجموعات، اليوم الفتوة يواجه نظيره السيب العماني في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت دمشق، وفي ثاني المباريات يواجه نادي الهلال القدس الفلسطيني، ومن ثم يواجه الأهلي البحرين. هذه الثلاث مباريات التي يشارك فيها ممثل سوريا نادي الفتوة عبد اللطيف نعسان. يبعد هذه الكرة بعيدا لكن أقرب إلى شيفان أوسي. من جديد المحاولة عند محمد شريفة، محمد شريفة يمرر باتجاه عبد الهادي، لكن رأي التسلل الحاضرة بهذه اللقطة عبد الهادي أو محمد الأحمد. كرة شرطاوية، يعني في الشوط الثاني لم نشاهد أي تهديدات من قبل الفريقين على عكس الشوط الأول الذي شاهدنا فيه حتى فريق الجيش هو من يبادر، هو من سجل وضعف النتيجة وهو من هدد، وربما كانت أخطر الفرص باستثناء الأهداف هي كرة أيهم كرنبي اللاعب الذي راوغ ثلاثة لاعبين من دفاعات فريق الشرطة وسجل من مسافة بعيدة، لكن شيفان أوسي تصدى لهذه الكرة بكل براءة. من جديد تعود كرة لمصلحة الجيش محمد الأحمد، لكن وجود خطأ لمصلحة فريق الجيش. حضور جماهيري يعني مقتصر على العشرات فقط من جماهير نادي الجيش. كرة ملعوبة تصل لمحمود عقلة لكن مقطوع. من جديد أيهم كرنبي يحاول محاصرة، أيهم يبحث عن مساندة لكن الكرة تخرج إلى ركلة مرمى. ملعوبة هذه الكرة لمصلحة الجيش في وسط الملعب، المحاولة لا تزال محمد الحسن وعبد الهادي حنبضلي. يا سلام التمريرة إلى الواكد، الواكد الواكد والتسديد، لكن شيفان أوسي، شيفان أوسي يتصدى لهذه الكرة، حرم الواكد من تسجيل الهدف الثاني والهدف الثاني له والثالث لفريقه. يعني هذه أخطر فرص الشوط الثاني. من جديد تعود لشيفان أوسي لمحمد اليوسف، كرة لا تزال طويلة باتجاه العجيل لكن تطول وتخرج إلى رمية جانبية.
رمية جانبية حسن محمود. من جديد تصل المحاولة لكن مقطوع. محمود عقل، محمود يحاول يعود إلى وسط الملعب. هادي ملطوة محمد العجيل، محمد العجيل وكرة طويلة لكن مقطوعة بالرأس من فارس أرناؤوط. حسن محمود. 5 دقائق على نهاية أحداث هذه المباراة ولا تزال النتيجة تشير إلى تقدم الجيش بهدفين مقابل لا شيء. المحاولة الآن داخل منطقة الجزاء تعود إلى تتان. تتان ومعا أو أيهم خليبان الكرة العرضية داخل المنطقة بالرأس مبعدة. رمية جانبية. الحكم يأمر باستمرار اللعب مع أن فارس أرناؤوط على الأرض يبعد هذه الكرة ويسقط أرضا. على ما يبدو تعرض لإصابة فارس أرناؤوط، تمنى له السلامة. يعني في الشوط الثاني لم يتغير أداء أو حتى رتم فريق الشرطة، بل استمر على ما هو عليه في الشوط الأول. لم نشاهد أي مبادرات هجومية من فريق الشرطة، حتى الجيش انخفض مستواه، انخفض الرتم. يعني ربما بعد تأمين النتيجة بهدفين شاهدنا قبل دقائق فقط لقطة محمد الواكد. ركلة ركنية إذن. إلى داخل منطقة الجزاء المحاولة لإبعاد من محمد شريفة. لا تزال عند لاعبي فريق الشرطة المحاولة التوغل التمرير لكن بعيدة هذه الكرة. إذن يستعد اللاعب رضوان قلعجي لاعب فريق الاتحاد سابقا للدخول، يلعب لي الموسم الثالث على التوالي في فريق الشرطة، في فريق عفوا الجيش. من جديد عند لاعبي فريق الشرطة في وسط الملعب. المحاولات لا تزال لكن دون أي تهديدات، دون أي تهديدات من جانب لاعبي فريق الشرطة على المرمى. كما ذكرنا يستعد اللاعب رضوان قلعجي للدخول، كذلك يستعد اللاعب جهاد غاوي أيضا للدخول. جهاد غاوي ورضوان قلعجي، كرة ملعوبة. السلام على أيهم كرنبي بهذه اللقطة، حاول إيصال الكرة بشكل مخادع. تصل لي معا الحسن، محاولة المرور لكن حسن محمود يبعد هذه الكرة. أحمد رجب تصل إلى محمد الحسن. أيهم كرنبي يحاول، أيهم كرنبي يتوغل في العمق ووجود خطأ وبطاقة على بشار أبخ شريف. تدخل كان قاسي على أيهم كرنبي. على ما يبدو تعرض لإصابة قوية. من سيغادر إذن في التبديلات مع تبقي يعني دقيقتين فقط على نهاية أحداث هذا اللقاء، بالإضافة للوقت الإضافي الذي سيحتسبه الحكم الرابع. محمد الواكد على هذه الكرة.
أيهم كرنبة على الأرض، ربما يعني تعرض لإصابة، إصابة قوية. السلامة لهذا اللاعب، يعني كنا نتحدث عنه أنه اللاعب يعني متألق، ساهم حتى في تسجيل الهدف الأول، نتمنى له السلامة وأن لا تكون هذه الإصابة قوية الواكدة تزيد، لكن عالية. تدخل صعب كان من بشار أبخي شريف. ست دقائق هو الوقت الإضافي المحتسب، بدل ضائع، خروج لمحمد الواكد ودخول لرضوان قلعجي. إذن أيهم كرنبة يغادر ودخول لجهاد غاوي. في السنوات الأخيرة شاهدنا محمد شريفة يغادر من فريق الجيش إلى فريق الحرجلة، لعب موسما واحدا ومن ثم عاد إلى الجيش. كرة لمحمد شريفة أيضا تعود باتجاه محمد الأحمد، حكم يمر استمرار اللعب، لا وجود لخطأ. من جديد كرة، المحاولة من على مشارف المنطقة، إيفان سليمان يحاول لكن أقرب إلى جهاد غاوي. جهاد غاوي ومحمد شريفة يحاول بهذه الكرة، يسيطر على هذه الكرة، يمرر باتجاه جهاد غاوي، يتقدم صاحب جهاد غاوي اللاعب الشاب. شيفان أوسي، كرة طويلة إلى وسط الملعب بالرأس، مبعدة من حسن محمود. محمد عجيل على رمية التماس، محمود عقلة ومعا الحسن، لكن فارس أرناؤوط. محمد عجيل إلى أحمد اللحام، أحمد اللحام يحاول يسيطر على كرته لكن مقطوع سهلة على عبد الهادي حنبضلي. عبد الهادي حنبضلي على الأرض، يعني أكثر من لاعب من فريق الجيش عانى من الشد العضلي، يعني شاهدنا أيهم كرنبة أيضا يغادر بسبب تدخل خشن. عبد الهادي أيضا ربما يطلب تبديل. ركلة ركنية إذن شرطاوية في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي حتى إلى داخل المنطقة بالرأس، وبعد هذه الكرة تخرج إلى ركلة مرمى. ربما عبد الهادي حنبضي سيغادر. يعاني من شد عضلي على ما يبدو. كرة طويلة باتجاه رضوان قلعجي، رضوان والكرة تخرج إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الجيش. حسن محمود باتجاه محمد الحسن، لكن لا تزال لمصلحة فريق الشرطة تخرج إلى رمية جانبية. محمد عجيل يحاول لعبه بشكل سريع على محمود عقلة، محمود يحاول التقدم، يحاول المرور، لكن التسديدة بعيدة، بعيدة هذه التسديدة، تخرج إلى ركلة مرمى.
فيفانوز او عبد اللطيف نحسان. عبد اللطيف نحسان لم يعني لم يختبر بشكل حقيقي بهذه المباراه، لم تسدد اي تسديده على مرمى عبد اللطيف نحسان من قبل فريق الشرطه الى الان، يعني نتحدث عن اكثر من 90 دقيقه ولم يهدد فيها مرمى عبد اللطيف نحسان. كره لعلي سعيد، علي سعيد يحاول يترك الكره لرضوان قلعجي، رضوان قلعجي يحاول بهذه الكره يعود الى حسن محمود، التمريره الى محمد شريفه، ومحمد الحسن يتقدم الشريفه يحاول من على مشارف منطقه الجزاء يمرر باتجاه رضوان قلعجي، لكن رايه التسلل الحاضره بهذه اللقطه، تسلل كان على رضوان قلعجي، وعلي سعيد ايضا يعاني من اصابه. كره شرطاوية محاولة لكن مبعدة بالكعب من أحمد رجب. الشوط الأول شاهدنا فيه أهداف، شاهدنا فيه بعض التهديدات من قبل فريق الشرطة لكن من فريق الجيش، لكن الشوط الثاني مغاير إطلاقا. ركلة حرة لمصلحة فريق الشرطة إلى داخل منطقة الجزاء، المحاولة عند معن الحسن، معن الحسن يحافظ على كرته لكن مقطوعة، مقطوعة هذه الكرة مرة أخرى. يعني فريق غير قادر على التسديد، فريق الشرطة لديه غياب للمسة الأخيرة ربما حتى قبل الأخيرة، محاولة صناعات اللعب، محاولة وضع الكرة بشكل صحيح عند المهاجمين معدومة. شيفان أوسي، إذن نهاية أحداث هذه المباراة بفوز ثمين لفريق الجيش بافتتاحية هذا الموسم بهدفين مقابل لا شيء. كنا معكم من إذاعة صدى، محمد عطية على التعليق، ونور عاشور على الإخراج، وفؤاد فاضل في التصوير. نلقاكم في مباريات أخرى إن شاء الله.